مجنون يا ابن المجنونة يا مجنون يا ابن المجنونة رجع يا ابن المجنونة قتلت ابني يا رجب يمين بالله يسلخ روحك اغلط يا زكريا اغلط كمان اغلط وعدل غلط ابنك نايم الحقنه اللي اديتها له السنتي منها ينيمك نوم عميق الخمسه سنتي بقى ينيموك النومه الكبيره اللي مفيش بعدها قوم كنت بتقول لي ايه عن موضوع البرديه والخريطه بتاعت المقابر المقفوله ابعد عن ابني يا رجب المعلم رجب انا اقول لك قول لي يا دكتور رجب اصلي حبيت الطب قوي انما يا دكتور تعال بس بص على عشان تعبان قوي شفت اديني بقى الدكتور رسمي اهو يا ابن المجانين شدوا حيلكم مات شدوا حيلكم عشان هتشيلوه وطلعوه الرعايه في الدور الرابع طب يلا. بسرعه يلا بسرعه مش عارف المستشفى دي كانت هتعمل ايه من غيري يا زكريا بكره تجيني انت وعزوز شايلين كفانكم على ايديكم طالبين العفو ومعاكم البرديه اللي فيها الخريطه بتاعه المقابر المقفوله وخليك فاكر اللي نايم ابنك النومه الصغيره قادر ينيموا النومة الكبيرة اسمع يا رجب البردية دي مداريها عزوز من ورايا أنا وأنت هنصنع عليه الخية تاخد أنت البردية وتخلص طلق منه يا دار ما دخلك شر بس ابني ما يتمسش سيبني أفكر في الموضوع ده يا زكريا بس ما تنساش بكرة جينا أنت وعزوز شايلين كفانكم على إيديكوا طالبين العفو بالاذن بقى عشان عندي عمليات يلا يا اولاد يلا يا دكتوره الله يا زكريا كنت بتعادي بقلب جامد عشان مالكش دراع يتلوي دلوقتي انا مجبور اقول حاضر عشان ابني ما يدفعش تمن عدوتي ضرب الأصيل المثل طلع الكلام موزون لا الندل عمره حيوفي ولا ابن الحرام حيصون الله ما شاء الله مراسي بتنين ساعد داكل مع مراسي الضغط يا أولاد اضرب اضرب انت بس ونادي وخليك في طبق وعدي ليرتك على خير يكفيك شر المصد لما تصنفروا الأيام يا زينهم طب ما تعدينا أحسن يا مراسي بدل الكلام اللي مالوش لازمة من تحت الترابيزة ده عاتب اللي فارق مش اللي حيفارق خير مين اللي جاي لنا السعاد اضرب اضرب يا عم اوعى خطوه عزيزه اول مره تنوري عتبه بيتي يا بنت زكريا انا هبات عندك النهارده عمتي وماله تنوري بيت عمتك حد الله اللي كانوا فاضلين في الإزازة حطيتهم لفرج الحافي في الأكل اللي بياكله انت مين يا مراسي؟ مش قريت فتحتك؟ أنا كمان قريتها والفتحة عندي ما تجوزش غير على الميت بتسميني يا مراسي؟ بتسميني؟ أنا لازم أروح مستشفى يا مراسي بتسميني؟ تعالى يا فرقتي تعالى تعالى يا حبيبي المرة دي انذار المرة الجاية مفيش اعذار كمل طفح تعالي خدي اه ده
اوعي تخلصيهم، هما نقطتين اوكي وهيقوموا بالواجب. خد يا فرقتي. ملاش ما تكلمي خالك يجي ياخدك. باه باه باه. وانا دي موسى ما تربطوها مطرح ما تعوزوا. لم لسانك يا بنت مشاير. انا عارفه المصلحه فين وشايفه اللي هترمينا فيه الايام من تلاك انت ووالد زكريا. كل ده عشان بقول لك يدي ترعشت وخفت. ياما كانت للنفس صعيب. ما حدش رمى حمله على كتافك. قلنا لك سيبي حرقه القلب للمحروق قلبها. اتصدرتي وقلتي لا انا اللي هاخد التار. ادي التار اللي انت قاعده في مصر عشانه. يدك مش طايلاه. يبقى تعودي على البلد وتتجوزي كيف ما قال خالك. انا ابوي حسه بالدنيا، حدش يحكم علي غيره. وماله؟ ليلة وفرقها الصبح من نجمة نزور. ما شاء الله نايم زي الملايكة. بس هو أنا هكدب على ربنا؟ ده وش ملاك ده؟ ده وش الشيطان يستعيذ منه. ما حدش من الديار هياخد حاجة من ملايين. ما حدش. يا أختي سماوي حتى وأنت نايم ياض. طب حتى أمك؟ خسارة أمي. خسارة فيك الحنية اللي بحبها. اتشاهد يلا روحك طالعة. يا ساسر. أنت لسه بتتفزع لما تقوم من النوم. يا ساسر. البركة فيك أنت وأبويا. من ساعة ما نزلتوني المدافن بالليل وأنا صغير. وأنا كل ما يغمض لي عيني أقوم مفزوع. وبلقط في آخر نفس. طب قوم. قوم افرش مفرش أحسن تعملها على السرير زي زمان. إيه الاصطباحة دي يا أم؟ ما تصطبحي هون يا صبح. ما تخليش أفرش لساني 3 متر وأسمعك من بنايقيون. يا واد. تعالى في حضن أمك محدش يضرك. حضن أمي. حضن أمي ده اللي جابني الأرض، هو اللي دمرني. واطي زي أمك، ولسانك بينقط سن. بس ماشي. أهو لو مت أبقى ست ريحتي في الدنيا. ولا عزوز. هو أنا لو مت هتزعل عليا؟ الأعمار بيد الله. يا أم محدش بيزعل على حد. الواحد يزعل على نفسه، على حد هو محتاج له. بس أنا أدعي لك إن ربنا يسامحك. ربنا يسامحك يا رب. ادعيلي يا شيخ عزوز عشان ابقى ضمنت اخش جهنم حتف. بعد الشر عنك يا ام. بقول شوف لي اي عتمه معاكي عشان اشوف الايام السودة دي بس هتودينا فين. كان على عيني يا نور عيني. خلاص. وبعدين انت مش كسر قرش للدنيا؟ يا غبتك. يعني اللي كلته بط بط هيطلع عليك وز وز. قرش ايه اللي هكسره؟ اليغمة كلها تحت رجلي. تاخد نصيحة من الذهب؟ خليلك نصيحتك وظروفين أنا الذهب. يا أم بنني عينك يا نني عين أمك. اسمع نصيحة أمك اللي شالتك في ضلمة بطنها. خلاك زكريا ما شالكش في قلبه محبة. زكريا ما بيغواش غير زيته. أخويا وأنا عارفاه أوطى خلق الله. لما كان بيشتغل رفاعي كانت التعابين تخاف من نظرة عينه. السم اللي انتوا عايزين تسموا بيه ابنه هو أولى بيه. ياخده ويتكل ويستريح من الدنيا. أذكى اخواتك انت نبيها يا أم. بسم الخال وزين يورث. الواد بيقش في الكوتشينة وفي الدنيا برضه. قومي شوفي مين. حاضر حاضر اهو جاية. لا تكني وحشتني قوي قوي. ازيك يا جماعة؟ امال عزوز فين؟ عزوز في الأوضة بوم. حبيبي ده أنا لسه كنت بقول له خالك حنين وما يستغناش عندك وكنت بوصيه عليك. طب تعال على قفل الباب وراك. اتفضل يا خالي. خالك جايب زعبيبه ليه؟ لعلم علمك يما. كنش دري باللي في عقل حبيبها. جاي خلص على عزوز في دهجة. عارفك راجع الدين ابني بوظت لك ترتيباتك.
كنت هتشيل الجمل بمحامل انت والديابة، بس ما تخافش انت ليك نص المالية. النص؟ النص التاني لمين؟ قالوا للطماع ليك نص الدنيا، قالوا النص التاني لمين؟ افهم، هتبقى شهبل. كانت المالية هتتقسم على الديابة كلها وانت هينوبك مناب، بس يكون في معلومة مفيش حد في الديابة هياخد مني مليم، والمالية هقسمها بالنص بينك وبين الدين. يام مش وقت تلميع اوكر. اسمع خير، انا مش طمعان في المالية ولا في قرش ساغ واحد، انا كل اللي عايزه تقدير زين ابنك او على دماغنا من فوق ومن لحمك ومن دمك، ومحدش يقدر يقول حاجة، بس انا الكبير. لا لا يا عزوز، فوق زين الكبير انت، كتفه وشوره وظهره وسنده. زي ما قلت لك المالية هقسمها ما بينكم، المالية المعلومة واللي ما يعلمهاش غيري. واوعى تحط نفسك قصاد زين في كفة، لأن كفة الظنا هي اللي بتطب. ولا ايه يا حظ؟ هين العقد يا اخوي. يلا البس عشان هنروح السجن. هنسلم نفسنا بنفسنا ولا ايه يا خير؟ هنزور دعبس عشان ليا مصلحة عندي، وبالليل هنعدي على رجب الخانكة. رجب الخانكة؟ نراضيه ونطمعه لحد ما دين ما يخلص القضية، ويبقى شوف لي البغل اللي اسمه فارق ده اللي بنعلق فيه في الأيام البيضة يمشي معانا في الأيام السودة اللي احنا فيها دي. حصل وبيحصل يا خال، أؤمر وأنا أنفذ. فاتح في النفاق أنفاق أنت يا عزوز. تربيتك يا خال تربيتك. يلا. يم. ابنك لو نسي اللي انا قلته له في القعدة يبقى فكريه يا حظ. ها؟ فكريه. حاضر يا خالي. خالي خالي ابقى سلمني على زين. ده انا لو مخلفه عيل كان زماني فطمته وكبر وعقل، انما انت كل ما نكبرك تحن لاصلك الواطي. انا عامل حساب لزين ام الست حبيبه. لا يا اخويا ما تعملش حسابات لحد. هو انت شغال في بنك عشان تعمل حسابات؟ قوم يا حبيبي، قوم هز شنباتك وورينا يا حامش. مخلص بقى ياما، ده المعلم فرج برضه في توتنا، ما ينفعش نقل بيه قدام الناس. اكبره واعمل له صيت، انما في البيت يغلط ياخد على دماغه. اوعى تكون فاكر نفسك في توب صحيح وما اعرفش اعيش من غيرك. ده انا مراسي يا حبيبي اسوق شارع بدبوس طرحتي فوق يا ننوس. يا عقلك القول يا مراسي، انا اللي قللت من شأني ومن روحي. ما انت بقى اللي خرجتني عن شعوري. عشان ما تقوليش بس اني ما بخرجكيش، مش حارمك من حاجه. اهو مراسي انا هقوم انا بقى عشان الحق اللي ورايا. حبيبه ما تخلصيش الازازه كلها، خلي شويه عشان فارق. مين؟ معلم زكريا. يا لهوي، ما كنتش عارف ان وزيت على زين نهاية. امسك نفسك واثبت، وياك تبص في عين هيقرا كل اللي انت بتقوله. افتح يالا. افتح يالا. اتفضل بيتك ومطرحك. اهلا يا اخويا. اهلا يا حبيبي. والله يلا ايه اللي مصحيك لغايه دلوقتي؟ قعدنا نتساهر فرحانين ببيت الكبير اللي نورتنا، والنهار خدنا وطلع قلنا ننزل نفتح المحل. مفيش محلات هتتفتح في العزبة كلها طول ما زين في محنته، يحرم علينا المكسب طول ما زين خسران. وماله يا اخويا، المال مالك، اعمل ما يحلالك. وانت يا حبيبة بدل ما تباتوا في بيوت الناس، ها؟ افتحي شقة من ملكنا وقعدي فيها انت وعزوز. والبيت الكبير أنا هجوز فيه زين،
لما اطمن على اخويا ويقوم بالسلامة الاول. انا هروح اعمل له فطار وهروح افطر معاه النهارده. افارب عليك افارب عليك يا حبيبي. اللي عاوز يراضيني يكسب رضا زين الاول، اللي عاوز يدخل في قلبي يمر من باب زين، واللي عاوزني اتويه ومحدش يدرى بيه يزعل زين. وانا بقول الكلام ده كله للديابه كبير وصغير والحاضر والغايب، مفهوم؟ مفهوم يا اخوي. طبعا يا خير. تعالى يا حاف ورايا ورا المعلم. ياه هحصلك انا يا خير. ما يحسش باللي فيكي غير اللي داق المرار زيكي. خلاص يا حبيبه، خلاص يا بوبا. ده ممكن بقى انا اشتري الزين خلاص. عايزين لونة، ده احنا مستنيين لونة، عايزين ندلعه ونلعبه. خلصي خلصي يا بوبا. فضي له الازازه كلها. مش خساره فيه. انا هبقى اجيب واحده الفرق. مفيش عتبة من اللي تخصنا واللي بتنزل فيها بضاعتنا تفتح للمكسب والخسارة لحد ما زين يطلع بالسلامة، فاهم؟ فاهم يا معلم، وغلط مردودة تشد المعلمين. اقفل يا ابني. ما تقفل، مش قال لك اقفل؟ صباح الفل يا زوزو، راحت علينا نومة بس الحمد لله لحقناها. ما ينام الليل إلا خالي البال. طب والله العظيم ربنا يعلم باللي في قلبي. يخطي على وشك العين المتكحلة فضاحة. انت بتفكري في ايه؟ ايه يا عزوز؟ ده احنا قلنا الكلب الاجرب. نفذي خلصيني. يلا يا عزوز يلا خال. اسمعي خلصي على الغالي ابن الغالي خالتي. يلا يا عزوز. ايه خال جاي اهو. كنت زيك كده بطني من مرة، بس بعد كده هيبقى كيف عندك نقطة من السم في الأكل. زود الكمية وقلل الحنية. أيوة خالو. سوق أنت العربية. طب بارك إن أنا عربيتي بقى على النص هنا. طب ما سوق أنا وأجي وراك. سوق إيه؟ عربيتك. عربية مين اللي تسوقيها؟ فيها خير. اهدى شوية. تعرف تسوقي؟ طبعا بريمو. بشوف رخص. دي المفاتيح. دي المفاتيح. بقول لك عربيتك خير. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. طب امسك يا خال. خلي زكريا خدني معاك اطمن على زين. فيك الخير يا بنتي. بقول لك ايه؟ اركب انت مع الفرج. يلا. الحرمان اطلعي من الدهب. اركب مفيش وقت. اركب. اركب. العربية ما تسيب الدهب يا خير. اركب بقى وخلصني بقى. عمين عوض يا رب. أول مرة تغيب عني. ده فراق الروح أهون من فراقك. طمنا عليك يا البوم. تخافيش عليا يا زوزو، كتف الرجال حمال، ابنك شديد. سامحتني ولا لسه قلبك شايل مني
ولا ايش اكون عشان ازعل منه. انا زعلت عليكي على تعبك وشقاكي، كنت بتبيع للناس الحلو في الحارة وتمضغ المر في البيت. انت كمان يا نشقيت يا دمعي، عارف ساعات كنت امسك ايديك كده لقاها خشنة تصعب عليا وارجع اقول ماله، افرح وقلبي يطمن ان قرشك حلال. مش الحلال حلو برضه يا زين العابدين؟ الحلو انك تسكتي عشان ما تفتحيش باب الغيظ جوايا من تاني. انا بلعت عملتك السودة دي اللي كلها شوك، الشوك اللي جرح زوري وصدري. مجبور اسامحك بس عشان خاطر ابني. ازيك يا زين؟ حاجه زهيره، عايزك في التحقيق تقول ان اللي زور الشهاده جد زين بدون علمك او موافقتك، وهو اللي استغلها في تاديب المدرسه. الله، ما انا كده ابويا هيتسجن. هو في الساحل الشمالي يعني؟ ما هو مسجون وخلاص، شبع من نيامه ومن دنيته، بدل ما تتسجن انت كمان. لا لا لا، ان شاء الله ما في السجن ولا حاجه، هتطلع بكفاله والمحكمه هتقدر الظروف. بيض نهارك يا زكريا، ما انت عارف ان ابويا بركه الحاره، لولاش بس ولاد الحرام اللي كان لهم مصلحه في سجنه، مش كده برضو؟ ولاد الحرام يا بنت. ماشي ماشي. انا اسف يا جماعه، بس انا مضطر اخرجكم بعد 5 دقايق. انا سامح لكم بالزياره في المستشفى وهنا عشان انا مقدر بس ظروف زين، انما اكتر من كده انا ممكن يحصل لي مشكله. ربنا يعلي مراتبك ويكبر خاطرك يا ابني. حاضر زين، عايزك دقيقة واحدة لو سمحت. الليل بقى ضلمة قوي من غيرك يا زين، أول مرة خايف وأحس إني لوحدي ويتيمة من غيرك. والله يا جميلة، الواحد مبقاش عايز يطلع من السجن. أنا من ساعة ما اتمسكت وأنتِ بتقولي كلام بيفتح باب القلب ويدخل جواه. الواحدة مش بتحس قد إيه هي بتحب راجلها غير لما بتغيبه محنة، وانا معرفش اعيش من غيرك. ايه الحلاوه دي يا سيدي؟ انا هنزل اجيب لك لبس العيد على ذوقي، بس انا معرفش مقاسك. طول عمرك انت بتجيب لي كل حاجه وتيجي على مقاسي بالظبط، وانا اصلا مش هعرف اجيب لك حاجه مقاسك. تعرف ليه؟ المعزه وز اللي بعرف. عشان انت كبير قوي في عينيا يا زين. حلوه منك دي يا جميله، ده انت اتبدلتي خالص. انت حقي في الدنيا دي يا زين، وانا ما سيبش حقي ابدا. هو كده القرش يعمل اللي صاحبه مقدار، بعد ما كان اسمه عمر ندهوله يا حاج عمار. بس يا ام عمار انت كمان، يا نهارك اسود، اطلعي بنت استنيني بره وخدي شنطتي معاكي. هنروح احنا بقى نلم حاجتنا من البيت، عشان عمي حالف ما نسيب بيته ابدا لحد ما انت تخرج بالسلامه يا سيد المعلمين. بعد اذنك يا عمي، هي ممكن ناخد عربيه عزوز نخلص بيها مشاورنا؟ لا 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 لا، ما اسمهاش عربيه عزوز، اسمها عربيه خطيبه ابني. مبروك عليك، وما تقلقيش يا جميله، زين هيعيد وسطينا. بجد والله؟ ربنا خليك لينا يا حمايه. شد حيلك يا حبيبي. استغفر الله العظيم. أبوي حبيبتي، وحشني يا أبوي. الله يخليكي، طمني عليك. الحمد لله بخير، الحمد لله. مولانا يبقى جدي. الله، أنت لسه فاكرني يا زين؟ حد ينسى أول حد حفظه قرآن وعلمه وتوضى؟ بذرتك الصالحة كبرت وهتضلل عليك يا بنتي. دوست حامد كان دايما بياخدني سيدنا الحسين وادور عليك، بس ليه ما كانوش بيقولوا لي انك جدي؟ خفت ابقى لسان العيل الصغير لحسن يغلط في كلمه كده ولا كده، وخصوصا بقى ان ابوك كان زارع ودان في كل حته. اضرار يا ابوه، اضرار انت وبنتك. عمرك ما غبت عن بالي يا مولانا، كان دايما لما الدنيا تضيق في وشي ألاقيك قدامي. كنتش بعرف ده حلم ولا علم، وتطبطب على شعري وترقيني وتحط لي مسك من إزازتك
ولما كنت فوق كنت الاقي ريحه المسك في ايدي تفضل معايا كذا يوم. الارواح الطيبه بتتلاقى في ملكوت الله يا ابني. الدروشون الواد الحيله، انا الحيله يا دروشون. قعدت سنين بعد كده اروح سيدنا الحسين واسال عليك، بس كنت بقول زي ما الاستاذ حامد بيقول مولانا. كانوا بيسالوني مولانا ده اسمه ايه، اقول لهم ما اعرفش. ابوك لما بعتك رجاله تقطرني بطلت اروح عند مولانا الامام الحسين لحسن الطوبه تيجي في المعطوبه. بتقولوا على مالي؟ مالي انا حرام؟ وانت وابوك يا شيخ المنصر ده انتوا عصابه، ده انتوا عاملين حساب كل حاجه. زكريا، الديابه كلهم المال الحرام ولا لسه؟ الديابه سمنه على عسل، وانا كبيرهم ومن بعدي خدامين مدى الزين. اللي ياكل الحرام الحرام ياكله. ابعد ابنك عن مالك وعن الديابه. ما تخافش على زين يا ابويا، زين عارف ربنا كويس، واللي يعرف ربنا لا تخاف منه ولا تخاف عليه. ونعم بالله. زين، انت والدتك وجدك اتفضلوا تعالوا معايا. حسن على مهلك. سندنا يا ابني على مهلك. لا حول ولا قوة الا بالله. سندنا زين. لا حول ولا قوة. انت ظهري سند ابوك. ربنا يجعل عزك في الدنيا. ما تخافش. ما تخافش يا زين. طول ما ابوك على وش الدنيا. ها؟ لو سمحت حضرتك عايزه حاجه معينه؟ هاتي لي كل الحاجات اللي في الفترينه. انا هيجي لي فرط دم بيهادي بعربيتي عين عينك. والله انت صعبان على عزوز. اسم المعلم عزوز يا حافي ولا نسيت نفسك؟ كله متسجل بس الحساب متاجل. خلي زكريا جا. يا خير طمني عملت ايه؟ سد التحيات. انا لازم اطلع انا وانت دلوقتي على السجن بخلص مع دعبس. انت وفرك ما تتحركش من هنا، تاخد ام زين وماء وترجعوا البيت، فاهم؟ عمرك يا كبير. وبعد ما يرجعوا البيت تلم الرجاله عشان عندنا حكايه. حكايات يا معلم مش حكايه. امرك يا سيد المعلمين. عربيتك فين؟ ما انت طلعتها زكاة مال واديتها للمحروسه جميله. طيب لما نروح كده يبقى هات لك عربيه ثانيه. يلا. عربية تانية يعني. خلي الكره يكتر في قلبي أكتر وأكتر من شلالات يا دين. صحيح اللي يعيش يا ما يشوف. والله ما أنا عارفة يا أختي. طب لما جوزها ده الراجل الكبارة ده والدنيا مدللاه قوي كده طفحت الكوتة ليه هي وابنها من غيره؟ يا أم مسلم الناس أسرار والأيام فضاحة. ربنا يفك كربك يا زين يا ابني ويفك كربك يا زهيرة يا أحلى جير. هي جميلة سابتهم وراحت فين؟ جميلة؟ ايه ده؟ احنا ما جبناش حاجة لزين. صحيح ما يكرش حاجة لما يخرج يبقى يجيب لنفسه. على رأي المثل على اسمه فلانة وكلانة. ولما سيبك دلوقتي وتبقي من ولاد الشوارع هتتبسطي؟ اعمل ايه طيب؟ لساني فالت، استحملوني يا جماعة اليومين اللي هعيشهم. قررنا نحن ومصطفى محمود وكيل النائب العام ضبط وإحضار المتهم مهران الرسمي المتهم بتزوير شهادة الميلاد واستمرار حبس المتهمين والإفراج عن السيدة زهيرة ريحان من عين
بكفالة 10,000 جنيه.